حديث ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر السبيل. إليك ذي الدنيث أماكن ذا غريب نغذم سفريد أغريب نغم سفريد أغريب إخي قارمي دعوة الخير أدي ربي غريب خطر ذا غريب اسمي ساغريب يروح الغربة أسم دعو باش يغال وغريب سخاميس وإلا قرأ أغريب أذير الغربة ذا خاميس نكون قرص وين يخدم لك يجاح ذا مجاح استقبالتني ذا قرانت ذا مجاح جايح ولسي ذا مجاح ذا غثورة ممكن يسادر الدونيث ولا قال نغال في مجاح عندي الدونيث إلا قال زربا نغال سخام القرار اللي هو الآخرة. إن يسكن في الدنيا كأنك غريب ذا غريب أو عابر السبيل ذا مسفريد أمسفريد أذي عدي ونتوالاري ونا مسفريد أذي سادي عدي مثلا أذي سان سيدي يوسا سيدي يوسا أذي وضرع زازقا أخينا ذا غشال وذا في المغخام ونسا يزرى باللي بعد سمان عشرية ماذي عدي أذي روح اللهم إلا إذا كان عنده مشروع استثماري نغشي هذا القبيل وثقي أيضا مباح بنصوص أخرى ولكن حديث إذا غذو الله باش بنادم أذي حصو باللي الدونيث ذخم العزيف ماشي ذخم ذومان أخم القرار ذخم الأخرث الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. إن شيء من واسع وسادي هناك عارف بالله وضريت أنت الدرس إن يسوي سم كان عمرا يبويث يعدى يغريدك عارف بالله من سا سيث الدر ثرثايل سيث مدين ثرثايل سيلا سيتي غرثايل سيلحوما غرثايل المثيوي سيزشوان أرث مقفرث إن يسهاثا وخامي عمرا دار العمار إن يسني غشاوي سخام يا عمرا ثبوضي سم كان يخلان ولاش الغاشي ولاش إن يس خاطي إن يس وني زغنديهين أدياس سم كانك أما ذي البطيمة أما ذي لفيلا أما ذو قيظون ويني زغنان دان نظن أديا وغادي كشما خامكي ويني كشمنا خامكيني وريث فغالة في وغال سخام وايض إن يس وقيد خامي عمرا هذا هو دار العمار الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. ابن عمر كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ذاك يعني في قصر الأمل إلهو السيرم ولكن لرقاب ذا دمذي السيريم ألما سيروح ثروح أسلا بوسول التفضيل نساء 60 سنة ما يصليش لبروجين دونيث باد بروبلام ولكن سوفاس دونيث لعقل من بعد يتخميم كان أمشاري فلو أمشي لا أخيري يتسو لأخرث يتسو لأخرث يونا ماجي إذا قص تنبيه خطر غافل تنبيه الغافلين يحتاج إلى من ينبهه وربي قال في سورة الأعراف في الآية 205 ولا تكن من الغافلين ولم يقل ولم تكن من الناسين إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ثبت ثمديث إلى وقزران ملمران الصباح الله أعلم ذا وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني ما وإذا صبحت فلا تنتظر المساء ونزرارا الله أعلم لذلك حتى الصلاة نتاعنا نصلي صلاة مودع وهذه من أسباب الخشوع نزول المغرب إلى قنحسو باللي يزمر الحال ونزلر العشاء وما نزول العشاء يزمر ونزلر الفجر ونزلر ماشي معوشي تنسين كان لا نروح حكين لا ليسون ريتور هذا هو المقصود. إنس وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري تحت رقم 6416 مع انتهاء الصحة فارس صحة فزمرت مدام ثلا ما فرحت زمرت بقى على خير أكا لذلك قرن زيك يا صغري خدم على كبري ويا كبري خدم على قبري وهذا حديث خطأ رواه جزائري أخطر شقر أثم صي خدم في ثمغار أثم غار مثل وضاك 80 سنة دوبلي لا دوز العبادة إبالك ذاين في الشريتايا إزريايا المخيايا يا رب هذه الظل ركعتين نينس
أمشى راه يخدم القيامة، أمشى راه يتظالم، أمشى يروح للجوامع. هذا خطاب للشباب، بروفيتي ذا الشباب، بروفيتي، إنهم فتية آمنوا بربهم كمل وزدناهم هدى. ذا شو ثنو قالك فتياكي منهم؟ أصحاب الكهف. أصحاب الكهف هكي حاجة كبيرة، ثم الشباب لازم تقراوا كاع سورة الكهف كلكم، على خطر فيها حاجة عظيمة جدا. الشباب المنتصر، الشباب الذي يفر بعقيدته، الذي أقام الحجة على الناس، دعوا إلى الله جهارا أمام ملك جبار طاغوت إلى آخره، وربي في كاس الفتوحات، روحنا غلغار غلكهف مكان تزرام إلى آخره، ينشر لكم ربكم من رحمته. والآيات موجودة في سورة الكهف كما تعلم. ومن حياتك لموتك، معناتها أوياوين رتح وجد ذي الأخرث، أين زرع ذي الدنيث أثن مير ذي الأخرث. أكا الشيخ محمد الحسين هذا هو شوارد قبيلي نشوف ديون فاس فاس العقل، هذا حكاية ونسيت كاش نهار ما عشت نعود في الإعادة إفادة وقيدا مكانيس إنك يفاد الجاريس قرنك كيس الحكاية إنك الجاريس يسعى الجهد يسعى في يوغا يسوف الزريعة يسوف غزقار نصبح الله الله وزي قرنك ويسعى في يوغا جمع ذي اللاز إسقص هذا الفلان مش تليض ناس لباس تزمرت الله إزقارن الله النعمة الله هذا شيء صغير ولا صغر يفغيت العقل إن يسي يضر إلى خرف ما إلا تسيرصد إلى خرف إن يسينا مازال أكي قارن قالوا نزال راسا أكيني مازال سي با المومون نسي ساعة 60 سنة 70 سنة قارس كان مازال لي بروجي لي بروبلام إلى آخره روح ألا ما كنا بقى على خير يموت ذاين يندم ولكن حيث لا ينفع الندم اسمي سي قرا ذرير الزغر الشير صغار ذرير الزغر غير ناس يهملا يشقاس خير اللي ها الرسائل انا سن ذمي غير في جديد ادي فك ربي صبريت نفسيت ولاش تصبحيت ونسايت ثم ديث ولاش ثم ديث ونسايت في جريف انا سلقاو كفي يا راه تشرز ذرير الزغر الي غريك ني خرزيت تفال العقل مازال كان ني تشرز معنتها باش في وله وتسدقس وديغال غير صواب ينس. طيب لذلك الامام علي مثلا ما معنى التقوى ينيس اربعه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل من بعد والاستعداد ليوم الرحيل. ابن الإمام علي ناسي الدنيث اسم سيد الدنيث سيقريا دنيا غري غيري إناس غروية زماس كلها وفاق ناس على بالك فاق ناس إناس غري غيري إناس فأما أنا فإني طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها إفريس ثلاثة